ده صباحك محمد العبيد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا أولى النشرات الإخبارية بعد هذا الفاصل. اهلا بكم. دشن الدكتور رجل البر والاحسان اشرف سيد احمد الكاردينال مشروع سلال شهر رمضان المعظم للفقراء والمحتاجين للعام 2023. وقال الكاردينال ان برنامج التدشين ياتي امتدادا للمشروعات السابقه، وكشف عن ان المشروع يحتوي على الاف السلال الغذائيه موزعه على ولايه السودان المختلفه ودول الجوار التي لديه اعمال استثماريه بها. هذا وقد درج رجل البر والاحسان الدكتور اشرف سيد احمد الكاردينال على توزيع الاف السلال الغذائيه للفقراء والمحتاجين في مثل هذه الايام من كل عام، وعلى امتداد السنوات الماضية، إضافة لمده يد العون للمتأثرين بالكوارث الطبيعية. اتهمت حركة الجبهة الثالثة تمازج الشرطة في الخرطوم بالاعتداء على أحد قاداتها وتعمد استهداف منسوبيها، فيما قالت مصادر شرطية إن مسلح الحركة هاجموا مركزا للشرطة وحرروا عدد من الموقوفين. وقال بيان صادر عن الحركة إن عضو اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية الجنرال حسين جاغود حضر إلى قسم شرطة مكافحة سرقة السيارات في الخرطوم للتقصي حول ملابسات توقيف الشرطة لسيارة تتبع للحركة، وأن قوة القسم طالبته بإخراج حراسة حتى تتجاوب معه، وبعد خروج الحراسات تم الاعتداء عليه بالضرب مما تسبب في كسر رجله. كشف متحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان عن نقاشات مكثفة بين المدنيين والعسكر من أجل إنهاء العملية السياسية وتعيين رئيس وزراء في أقرب فرصة ممكنة. وأضاف إن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون سياسيا معربا عن رفض القوى لفكرة تولي حكومة تكنوقراط السلطة في البلاد. وخلال مؤتمر صحفي أضاف عرمان: نحن ضد محاصصات حزبية ولسنا مع حكومة تكنوقراط، لأنه لا يوجد حياد في الصراع الحالي لأنه صراع سياسي. وأردف رئيس الوزراء القادم: سيكون أكبر سياسيا في البلاد، ولذلك يجب أن يتمتع بقدرات سياسية وانحياز لخيارات الشعب. كما عبر عرمان عن رفض قوى الحرية والتغيير لتولي حكومة تصريف أعمال السلطة في البلاد قائلا: نحن في الحرية والتغيير نقف ضد حكومة تصريف الأعمال، وتابع: أي حكومة لا تنفذ مهام ثورة ديسمبر مكتوب عليها الفشل وستواجه من جانب قوى الثورة. تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالية القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برفقة رئيس هيئة الأركان ونائبي رئيس الهيئة والأركان للإمداد والعمليات خلال زيارته لمجمع دياد اليوم المصانع وخطوط الإنتاج بالمجمع. دعت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم إلى الخروج في موكب جديد غدا الثلاثاء في مليونية شعارها الثورة نقابة ولجنة حي نحو القصر. وقالت مقاومة الخرطوم في تعميم صحفي اليوم الاثنين إن المواجهات ونقاط التجمع والمسارات ستنشر لاحقا. ومنذ 25 من أكتوبر 2021 يشهد السودان احتجاجات متواصلة رفضا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان. دشن أمين ديوان الزكاة بولاية شمال دارفور بالإنابة أحمد سليمان علي إسحاق اليوم بمعسكر السلام للنازحين برنامج شهر رمضان المعظم لهذا العام، والذي استهدف عدد 1324 أسرة بمعسكرات السلام وأبو شوك وزمزم للنازحين بمدينة الفاشر بتكلفة بلغت 36 مليون و 800 ألف جنيه. وأكد أمين ديوان الزكاة المناوب بالولاية اهتمام الديوان بتقديم الخدمات للفقراء بمعسكرات النازحين إحياء لسنة التكافل الاجتماعي. وأشاد خلال حديثه الذي وجه به بهذه المناسبة بالمكلفين الذين أخرجوا زكاة أموالهم طواعية مما مكن الزكاة من تنفيذ برنامج شهر رمضان المعظم، فيما أشاد المدير التنفيذي لمعسكر السلام للنازحين أحمد إسماعيل عبد الكريم بالزكاة لتخصيصها مكتب لرعاية شؤون النازحين بالمعسكرات وأثنى على جهود العاملين بالزكاة.
تتفقد الأستاذة هزار عبد الرسول وزيرة الشباب والرياضة صباح اليوم الاثنين الملعب الأولمبي للمدينة الرياضية للوقوف على عملية التنجيل عقب تكوين الآلية التي تجمع الاتحاد السوداني لكرة القدم والوزارة والتي يتوقع أن تنهي أعمالها وافتتاح الملعب خلال 45 يوما. وفي جانب آخر التقت الوزيرة بمكتبها الأستاذ سعد الله عقار عن قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإقليم النيل الأزرق والأستاذ داود إدريس داود الأمين العام للمجلس بحضور قيادات الوزارة. وتناول اللقاء عددا من الأجندة الشبابية والرياضية. وأبدى سعد الله عقار رغبة الولاية في دفع العمل بالشبابي خاصة فيما يلي التدريب والتأهيل بدورها. أكدت الأستاذة هزار وقفتها مع الولاية ووجهت برصد المتطلبات العاجلة، كما سلمت رئيس المجلس معدات الرياضية شاملة ووعدت بتسيير عدد من القوافل للولاية. ختاما تنطلق مساء اليوم الاثنين منافسات الدور الاول لبطوله كاس الملك سلمان للانديه 2023 التي ينظمها الاتحاد العربي لكره القدم، وذلك بعد ختام الدور التمهيدي اجراء القرعه في العاصمه السعوديه الرياض الاسبوع الماضي. ويقام الدور الاول بمشاركه 24 فريقا يخوض كل منهم مباراتين ذهابا وايابا على مدار شهر مارس الحالي وابريل المقبل، بحثا عن البطاقات الست للعبور إلى الدور الثاني الذي ستقام منافسته في يوليو القادم بمدن الطائف وأبها والباحة بالمملكة العربية السعودية. وعلى استاد الجوهر الزرقاء يستضيف فريق الهلال نظيره فريق المنام البحريني في مواجهة يأمل فيها أصحاب الأرض إلى بداية مثالية وتأكيد الجاهزية للمنافسة على اللقب. ومن المنتظر أن تشهد توليفة المدرب الكونغولي فلوران كل من فوفانا عيسى، موفق صديق، وطيب عبد الرازق، عثماني ديوفا، فارس عبد الله، أبو عاقل عبد الله، وفابريس نيجوما، وعبدول أغاغون مزمل، ومحمد عبد الرحمن ومكابي. انتهت نشرتنا الإخبارية. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت، كما يمكنكم زيارة مواقعنا على منصات التواصل الاجتماعي. دمتم في أمان الله. والآن ننتقل مباشرة إلى محمد العبيد. محمد أهلا ومرحبا بك في صباح البلد من جديد.